نعيش في عالم مليء بالتغيرات، عالم مليء بالتحديات. لا خيار سوى التميز والإنجاز لنحقق رؤيتنا. وضعنا المريض أولاً، رسمنا رؤيتنا نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي. اليوم نرفع الستار عن رابط بالتعاون مع شركة سيرنر، والذي سيحدث نقلة نوعية في منظومة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع وزيادة كفاءتها. رابط، النظام الطبي المركزي الموحد للمريض، وهو البوصلة لجميع الفرق الطبية ومقدمي الرعاية الصحية لتقديم رعاية متميزة بخدمات طبية أسرع وأدق، وتوحيد وتطبيق البروتوكولات الطبية العالمية، ودعم اتخاذ القرار الطبي والإداري مع الوصول الآمن لمعلومات المريض وتجربة أفضل للمريض ولمقدمي الرعاية الصحية. نؤمن دائماً بأننا في سباق المستقبل، لسنا إلا في البداية لنشكل رحلة التحول الرقمي للرعاية الصحية في مستشفياتنا العسكرية.